اسمع بقى فيديو فيديو، ركز معايا شويه. حاضر حاضر خلاص. حاضر ازيك يا عم حسن؟ عامل ايه؟ ربنا يكرمك. عم حسن عنده 70 سنه تقريبا او 69 سنه، وعنده سكر بقاله سنين طويله. ولما يبقى حد عنده سكر بقاله سنين طويله ويبدا ينهج فجاه، نخاف لا يكون جاله حاجه في عضله القلب. ولما عملنا له ايكو على القلب لقينا عنده حاجه اسمها ذبذبه في القلب، ورسم القلب باين، وما اعرفش ليه عمل قسطره. عمل قسطره صح؟ عمل وطلعت ملهاش علاقه، طلعت الشرايين كويس وما زال بينهج صح؟ صح. اللي زعلني ان هو ما بياخدش دواء للذبذبه، والضربات قلبه سريعه، وما بياخدش دواء يمنع تجلط الدم وهو عرضه للجلطه، عشان كده بينهج. تعال نساله، انت بتشتكي من ايه يا عم حسن؟ بتشتكي من ايه؟ بشتكي من ان المايه بتطلع، بحس بخنقه كده في زوري هنا. اه اطلع وانا ماشي في الشارع، قابلت انا بنت 52 3 الاقي حاجه حتى وقفتني كده تخنقني. اطلع السلم نفس الحكايه برضه، ما بقدرش اطلع السلم مره واحده، بقدر هما دورين بطلعهم وبقى خلاص بقى ما عنديش استعداد للسلم تاني. تنهج؟ اه بحس برضه بخنقه، وافضل واقف على باب الشقه 10 دقايق قبل ما اخش. بروح بتوه، ما بحسش انا فين. فهمتك، ممتاز. وبالليل تنام كويس؟ بالليل بالليل لما باجي انام برضه احط دماغي على المخده، الاقي نفسي برضه ايه حاجه متخانق كده. تمام. ابدا قاعد اقوم واقعد شويه كده واجي انام، اخد وقت بعد ما اخد نفسي. وطبعا بتعمل انا ال نقط بتريحنا، بس بقى كده بقى الله اعلم بعد كده بتتعب. الله اعلم. هذا كل ما وصف له مزعلني نقط. نقط ايه بقى؟ نقط اوتريفين بتاعت المراخير، قال يعني دي اللي هتقوي العضله وتمنع الذبذبه وتسلك النفس يا راجل، ومعاها دواء ميه لازكس مثلا او اكزامايت. هذا ليس علاجه. فين العلاج اللي يقلل ارتجاع الصمام؟ فين العلاج اللي يهدي دقات القلب؟ فين العلاج اللي يعمل سيوله في الدم عشان ده راجل عنده ذبذبه معرض لجلطه؟ ما تخافوش، هو مش علان، هو سمعه تقيل مش سامعني. ما تقلقش يا عم حسن، ما تقلقش. لا ان شاء الله خير باذن الله. ان شاء الله المره الجايه نصور سوا ونفسك احسن باذن الله. هنديك نقط تاني مع دي، نقط ما تاخدهاش تاني. لا خلاص. وبتاخد بخاخه؟ لا بطلت اخدها. احسن، ما لهاش علاقه اصلا بيك، دي تسرع القلب اكتر. سبحان الله سبحان الله. ولما بتاخدها بترتاح؟ لا ولا ليها لازمه. تنهج برضه. بقى تعبان زي ما هي. زي ما هي. وكان كاتب لي على نوعين حقنهن بخاخات؟ نوعين بخاخه. اه زهقت يا عم، ابدا فيه نتيجه. ما فيش نتيجة. العيان اللي بينهج من القلب لا يعالج ببخاخة، ده انا قلتها بتاع 1000 مرة يا راجل. يا راجل ده بتاع البخاخات المفروض ما يبيعهاش تاني. البخاخة دي للعيان اللي بينهج من الصدر من الربو الشعبي. يعني واحد بينهج مش زي عم حسن كده، صوته يا عيني مش طالع، لا بينهج وعنده ربو، عنده تزييقة في الصدر، يعني بيعمل كده. أهو ده قفلة الشعب، قفلة قفلة. فعايز حاجه تفتحها، لكن ده مش بينهج عشان الشعب، ده بينهج عشان قلبه سريع وعنده ذبذبه اذينيه. بخاخات تسرع له القلب اكتر، نقط المناخير تسرع له القلب اكتر. ومجرد ما تهدي دقات قلبه الميه اللي على صدره هتنزل ويعرف ينام وما يتخنقش. دي معلومه كنت عايز اقولها. حلوه المعلومه دي يا محمود؟ حلوه يا دكتور. محمود بيقول لي الحلقات دي استفدت منها، اول حلقه شفت النهجان رحت جايب ابويا، قلت قبل ما تكمل الحلقه. فعلا كويس، انا هدفي كده، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه دي. حلوه الحلقه دي؟ جميله كويسه؟ ان شاء الله تطلع حلوه باذن الله. تطلع حلوه باذن الله. ما انتش من زيع؟ لا لا زيع على طول. حبيبي يا عزيز. سلام يا حوده، ربنا يحفظك.